رجعنا من جديد في سكوتيتو مع 33 دقيقة، مازلنا متواصلين مع بعضنا حتى للأربعة متاع العشية. نهاية الأشواط الأولى، الترجي 2 الاتحاد المونستيري 0، اتحاد بوسالم 0، الملعب الجيبسي 1. دونك أهداف موجودة في الأشواط الأولى. نجم نقولوا حسمت مباراة رادس كمال، ولا مازال فيها متلعب؟ نعم، كل شيء ممكن معناها بورا حسب ما شفنا اللعب الميتون الأول. الترجي قاعد معناها متمسك بزمام الشوط الأول، يعرف كيفاش يشد الكرة، قاعد هو اللي يتحكم في النسق، ما خليش اتحاد المونستيري يظهر بالمستوى العادي نتاعو. تعرف الاتحاد المونستيري ديما المهاجمين نتاعو يحبوا المساحات، والترجي يعرف كيفاش يسكر المساحات. ما لقيناش الهجومات المعاكسة نتاع الاتحاد المونستيري. ترجي مستواه التقليدي نقوله، نحن يعرف كيفاش يدور الكرة القصيرة ومن بعد يشانج دو ريتم دوفون لو بيوت، ويظهر لي بعد ضربة الجزاء والترجي في ساعة معناها عرف كيفاش يتجاوز ضربة الجزاء وسجل الهدف الأول، ومن بعدها ما خليش حتى وقت للاتحاد المونستيري تاع رد فعل بعد الهدف الاول. عرف كيفاش في الوقت اللي اتحاد المونستيري بدا ياخو في الثقل نتاعو الهجومي الا، والترجي كان رد الفعل نتاعو الهدف الثاني. احمد ضيع ضربه جزاء ومن بعد بدقيقه تسجل هدف، من اللي كانت باش تنعكس عليك انت سلبيا الحكايه، تولي يظهر لي تنعكس على الفريق الخاص. معناه الاتحاد المونستيري كان معناها منع من هدف من ضربة جزاء، نورمالمون المورال يطلع، بعد بدقيقة بلغت الكرة كف تاكل الهدف، يظهر هذا يأثر سلبيا على ملعبية الاتحاد المونستيري. بالطبع هو راهو شوف كرة القدم ديما معروفة، كرة القدم إذا كان تعكسها تعكسك. الترجي الرياضي التونسي بو عكس كرة القدم اليوم، في خاصة في عملية ضربة الجزاء كانت نجم تكلفه غالية، لكن كيف رجع في اللعبة ودارك الأمر وتم تسجيل هدف هذا، ولا العملية ولا لا تخدم مصلحة اتحاد الرياضي المونستيري، وخاصة اللي ضيع ضربة الجزاء هو اللي سجل الهدف. دونك مو رجع له المورال ورجع معناه في اللعبة، يا والله رجع بمورال أقوى. دونك هذا ما يخدمش مصلحة الاتحاد الرياضي المونستيري اللي ريناه، والحقيقة تقال في الشوط الأول بمردود أكثر منه دفاعي من هجومي، معناها تواجده أكثر في الدفاع، وربما لسعد الدريدي عمل سيناريو بالنسبة للمباراة هذه، يقول لك أن نهز المباراة للمكسيموم، معناها نخليها تمشي المباراة حتى القريب النهاية، نجم نلعب ورقة من الأوراقي، معناها في عملية هجومية معاكسة نجم نخطف هدف ينجم، ومع أنه معناها محترم في رايه. دونك يلعب مع فريق كبير، ما تنجمش تحل جميع، معناها ربما فريق بتاعك تلعب بالحلول الهجومية مع فريق اسمه الترجي الرياضي التونسي، يعني تخلي فراغات. دونك يزمك فما شوية حذر. دونك بالنسبة أنا ما نفهم ولا سعد الدريدي، ما لكن سيناريو جاء ضد مجرى، يعني ربما ما كانش ينتظره اتحاد الرياضي المونستيري، عملية إهدار ضربة جزاء ثم تسجيل هذيك، معناها بعملية تدارك يعني بسريعة، هذا ما خدمش معناها بصراحة، ما خدمش لصالح اتحاد الرياضي المونستيري، اللي نتمناه أنه خاصة باش معناها على الأقل نضمنه فرجة مزيانة أنه يعود في اللقاء بروح أخرى. توا هو بالنسبة ليه توتا غانيه ريانا بيردر خاسر 2 بشيء، الفريق مش باش يقعد راكن للدفاع ويلعب في دونك هنا نتصور الاتحاد الرياضي المونستيري باش يطلع في الشوط الثاني للهجوم، وتو ما سورتو الراحه نتاع 15 دقيقه هذه في حجرات الملابس باش تكون نافعه للفريق، ومع تعليمات المدرب وشنو معناها برنامجه في الفتره الثانيه، نتصوروا اكثر باش يمشي للهجوم ويحاول انه على الاقل يذلل الفارق، وتولي وقت اللي تولي النتيجه هدفين لهدف تولي وقتها جوابل، تنجم تكون جوابل، لكن بون ديما نقولوا لا لصالح هذا ولا لهذا، لانه كرة القدم فيها برشا مفاجآت وما فماش منطق في كرة القدم. دونك كيما تكون للترجي كيما تكون للاتحاد المونستيري، لكن فما أسبقية معنوية للترجي الرياضي التونسي بتسجيله هدفين في الشوط الأول. سي سور تفرجوا في ماتشوات نتاع كوب دوروبا وكوب دلا سمان، راهو هذيك كل معناها حتى الملاعب يولي عنده ثقه
في 40 دقيقة ينجم يقلب موازين فريق. راه مش معناها واحد يتفرج وما ياخذش العبرة من المقابلة هذيك، معناها المقابلات اللي صارت في الأسبوع هذايا في البطولة الأوروبية اوتوماتيكمون راهم لاعبية يتفرجوا فيها، وهذا ينجم يخلي الملاعبية نتاع الاتحاد المنستيري يدخلوا الشوط الثاني بأكثر معناها قولوا نحن مجازفة. كمال سامحني، ممكن ينجم الاتحاد المنستيري يجازف وينجم يرجع في المباراة، لكن لا تجوز المقارنة أنا خاطر تتفرج في توتنهام. لا نحن نقولوا كل شيء ممكن، تحكي على السيناريو ممكن تتفرج توتنهام أجاكس ومن بعد تتفرج في بارسا ليفربول، بعد تفرج في مبارياتنا للامانه مش نكون واضحين زاد، معناها تحس روحك ماكش تتفرج في كوره، معناها على ذيك قلت لا تجوز على العقليه ربما ممكن. لا هي انا فهمت كمال خاطر عقليه انه هو الديسكور نتاع كي تبدا مدرب كانت خاسر 2 بلاش وراجع توتنهام مركز 3. ايش نكلم حاجه، انا توا نتصور لاسعد ولا اي مدرب يجي يحكي مع ملاعبيه خاسرين 2-0 اوتوماتيكمون ما تنجمش تقول له انت يلزمك تغرس فيه. شو نقولوا اكزامبل يعطيهم اكزامبل شفت توتنهام راه تو تي بوسيبل، معناها شنو سورتو بالنسبه لي باش يحفز ملاعبيه يحفز باش يلعبوا على خاطر راه وجه نكلمك حاجه توا انت باش تدخل في المقابله هذه نشوفوا الرياكسيون تاع الاتحاد المنستيري اذا هي سجلت هدف اش تطمع بلغتنا نحن في تعديل الهدف، واذا انت في الفتره اللي تبدا تحب باش تسجل هدف تذليل الفارق تلقى عكس هذاك وتولي الترجي تنجم تسجل هدف ثالث تولي توفى المقابل. نحن نحب نشوفوا الكره، نحب نشوفوا الاهداف، شفنا الاهداف في الشوط الاول، بدايه الشوط الثاني في بوسالم اتحاد بوسالم الملعب الجيبسي 1-0 مازال سكور للملعب الجيبسي توا 5 دقائق منذ بدايه الشوط الثاني في بوسالم. مباراه هذه ما زالت الجواب اللي يظهر لي فيها كل شيء ممكن، كل شيء في ال 15 دقيقه الاولاني اوتوماتيك على خاطر الطموح نتاع فريق نتاع في الفريق هاوي وخاصه في مع فريق كي الملعب الجيبسي نعرفوا رد الفعل نتاع اتحاد بوسالم هو في ال 15 مينوت الاولانيين اذا هو لقى بوسيبيليتي باش يعدل الملعب الهدف يعدل النتيجه مع الملعب الجيبسي تصعب المقابله على الملعب الجيبسي، واذا ما سجلت في ال 15 دقيقه راهو باقي المقابله باقي المقابله اش تتحكم فيه الملعب الجيبسي، وهذا الفرق ما بين فريق مش مانيش نطيحوا قيمه اتحاد بوسالم لكن فريق عنده خبره، هذا هذايا اللي نعرفه انا وديما الفرق الصغرى ربع ساعه في الشوط الثاني ما ترجع لكش في الواحد نجم تمركي لها الثاني والثالث. هو ديما هذوما راهم هما ديما هذوما تو كما قال كمال يجي المدرب تو تاع فريق ملعب الجيبسي يقول لهم الاولاد عندكم في ديكم هكذا راهو خاطر جينيرالمون الفرق الطموحه هذه اللي تحب توصل وتعمل نتائج ديما معناها مربوطه بزاد مجهود بدني ومجهود ما يعني يعرفوش يجيريو نسق المباراه دونك يولي يعطي لو تو بور لو تو هاك ال 15 مينوت ولا ال 20 مينوت الاولانيه ومن بعد قد بدنيا ما دعم نتاع الجمهور بدنيا يطيح دونك ما عادش ينجم يشد وحتى الجمهور بعد ربع ساعه يظهر حتى المجهود يطيح بعد ما عادش اما وقتاش يولي ينجم يعمل جوانح لو يسجل هدف اخر يعدل يعني وقتها يعمل جوانح ويا والله تولي حتى مهمه بالنسبه للملعب جيبسي تولي صعبه وصعبه للغايه دونك يجبد الدوزيام سوف اللي وي هنا تولي هو وقتها حتى يتعدل اتحاد بوسالم تولي يلزم الملاعبيه نتاع الملعب الجيبسي يخرجوا المخزون نتاعهم كخبره واحد وساعات الخبره والطموح ما تعرفش شكون يفوز وهذا نتصور انا الملعب الجيبسي متحضر له هذا ويظهر لي مراد العقبي ما يخليش الحاجات هذوما تتعدى من غير ما يقرا لها حساب نتصور زاد ماذا بينا نشوفوا الاهداف المباراه هذه لانه اتحاد بوسالم الشارم نتاع الكوب في اي دوله في اي بلاد هي الشارم نتاعك الفرق الصغرى خلينا نقولوا اللي الصغرى في الـ في الـ في القسمه نتاعها معناها موجوده في ربط الهويه مستوى لكن اذا اذا نحبوا نقارنوا مثلا نشوفوا الاكزامبل نتاع فرنسا اخر مره وقتها فريق بن الهويه وصل حتى الدور النهائي راهو من الناحيه البدنيه على خاطر تشوف الملعب الجيبسي اللي يعتبر فريق قاعد يعمل عمليه انقاذ باش يبعد على المراتب الاخرانيه في البطوله مع فريق في بطوله الهويه حتى النسق يختلف
حتى السيونس دونترينمون تختلف ليفور فيزيك يختلف. سي بور سا الملاعبي كي تحطهم الرابطه الاولى مع الرابطه الثالثه راهم او نيفو فيزيك ما ينجمش يكمل. هو راه فريق احقاقا الحق فريق اتحاد بوسالم اثناء قدم موسم رياضي كروي ممتاز راه في الرابطه الثالثه وهو صاحب المركز الثالث يعني وكان ينجم يكون معناها مراهن هو مراهن جدي لكن كان نجم يكون معناها ياخذ مكان في الرابطة الثانية لو معناها تعطل في مباراة ولا اثنين يعني كان ديما معناها الثلاثي هو ومعناها إلى جانب منزل بوزلفة وسبيخة كانوا ثلاثة هذوما هما اللي تقريبا مسيطرين على يعني على المجموعة متاعهم دونك الفريق توا إلى حد الآن قاعد قائم باللازم بون منهزم بهدف لصفر موش يعني نهايه العالم ليه وصوله الى دور الربع النهائي في حد ذاته يعتبر انجاز به للفريق اتحاد بوسالم الملعب الجابسي زاد الفريق هذا اللي نتذكره كان قريب من تحقيق كاس تونس المباراه النهائيه الشهيره ضد النجم الساحلي المباراه 4-3 اللي تالق فيها الجزائري وقتها بغداد بونجاح وتالق فيها سعد بقير وقتها من جانب الملعب الجيبسي ملعب الجيبسي ولت عنده تقاليد في كأس تونس ولت عنده تقاليد في المسابقات القصيرة المدى شفناه في كأس الاتحاد الأفريقي شفناه تألق حتى مع تي بي مازيمبي الكونغولي شفناه في مسابقة الكأس ولا يتقدم في أدوار متقدمة لكن زاد المعادلة صعبة بين ضمان البقاء في الرابطة المحترفة الأولى وضعيته في البطولة هي اللي قلقته هي اللي مقلقة سينو ممكن نجم نشوف ملعب الجيبسي نجم يمشي أبعد من هكا برشا على كل مازال التقدم للملعب جيبسي 1-0 ضد اتحاد بوسالم وترجل هذه تونسي مازال متقدم هدفين مقابل صفر وذي مخالفة خطيرة للاتحاد المونستيري اللي نزل بثقله للهجوم في الشوط الثاني يحب تبيع يذلل الفارق وعليش ليه يرجع في المباراة وكما قلت انت كمال عليش ليه ما يعملش كي توتنهام بكفرو زي ما نجمش تعمل كي توتنهام يا الياس يا جلاس دونك ريت علاش قلت لك ما تقارنش تا كفرو زي تعملش في توتنهام ومع جاكس كمان كفرو عادي سويت هي ثقافه ثقافتنا محدوده دونك هي ثقافه خليها في الثقافه خير من انه نقارنوا روحنا باوروبا نحن ما زلنا متواصلين مع بعضنا في سكوديتو بعد شوية نعطيكم ليزافيش اللي تنجم تفرجوا فيهم اليوم في الليل سواء في الكورة في أوروبا زادة كرة اليد وكرة السلة اليوم في كرة اليد كما قلنا هي بنصف نهائي البطولة وفي كرة السلة نهائي كرة نهائي كأس تونس بين النجم الراسي والاتحاد المنسي مش نحكيه على وهاب الخزري خباير يفرح على وهاب الخزري في البطولة الفرنسية